اسمي زميل محمد عمر محمد بيريما، وعمري 7 سنة، وحلتنا دي اسمها حلات الفاتح. وما زلت أنا طبعا أقول الحمد لله شغال مزارع خضر وفاكهة في هذه المنطقة. نبت معاوية الجنينة وعن نزقلية وعن معفول القدير وعن معفلة وعن القرقاب والليمون وعن نزقلية. This is the situation in Sudan. War, droughts, extreme poverty, and other catastrophes have impacted my country. Illiteracy is widespread. ده رصيد اللي هو جاء على ضوء الفاقد التربوي اللي هو الأوت أوف سكول، واللي تم عليها مسح إنه لابد إنه هؤلاء لهم طريقة لإعادتهم للمدرسة حتى إنه ما يكونوا عالة على المجتمع. لابد إنه يشوفوا. والله أنا مكسر والله. So we need to get out of the box and think about something else, how we can target big number of people with high quality of education while still having some flexibility to suit people who are nomadic or people who are in rural areas or in remote areas. نحصل في طريق الاحداث ممكن نقرا الاحداث ممكن نقرا لو في زل بقرينا ويعلمنا الكلام ده نحزات نقرا والله بالليل نمشي طوال نقرا ونكتب ونتعلم ويقول نلعبوا فيه حقة أكبر منه وأصغر منه حقة الخرز حقة البيض. We rely very little on the teacher and in this case we call them facilitators rather than teachers. مفروض الله مفروض يكون كل أرحاء السودان يكونوا مفروض فيه لأي قرى كبيرة صغيرة الناس عشان كلها الجيل ده كله يتعلم الناس تتعلم وتمشي لقدام مش ترجع لورا. الشيء الآخر الحياة كلها إلكترونية يعني احنا هسي زي مزمل ده الواحد واضع على آمال كبيرة جدا جدا. Within 6 weeks of our first pilot the test results were amazing. 14 15 16. فاحنا نتمنى نشوا على هذا العلم وهذا العلم احنا ذاتنا يوم من الايام نراهم هم ذاتهم يعني شعلات يستضافي في 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 السودان او في العالم ان شاء الله. نكبر بدل نبقى مهندس بدل نبقى دكتور بدل نبقى استاذ. For me as a dreamer, I dream about this project of targeting a million child. A million child with extremely low cost. Within the next 5 years, we can do it.